سكاندال. مرحبا بكم على اكسبريس اف ام، وما كنتوا تسمعوا فينا هذه سكاندال من توا حتى للماضي ساعه ونص نتاع القايل. هذه ابو سالم رافقكم من وراء الميكرو كالعاده، شكرا هشام على مستوى الاخراج، تقوى مديوني على مستوى الاخراج الرقمي. تنجموا تفرجوا فينا على صفحتنا على اكسبريس اف ام ولا تسمعونا على سيتنا www.radioexpressfm.com. شنو سنه فيكم اليوم في سكاندال؟ توت سويت سمير سكاندال. نبداو من الاخر، اخر فقره في البرنامج سيني سكاندال. يسرى قالول تجينا بعد شويه تحكينا على فيلم ذا ريبورت اللي يرجع على احداث 11 سبتمبر والانتهاكات اللي صارت في عمليه التحقيقات. الجزء الثاني من البرنامج نحكيه على حكايه فضيحه، باش نمشيو لافريقيا الوسطى في السبعينات، باش نرجعوا نحكيو على لافير دي ديامون تاع بوكاسا الرئيس واللي مولى بعد امبراطور. التفاصيل باش ناخذوها من عند سي صلاح الدين الجورج الكاتب المحلل السياسي. نحاولوا نفهموا علاقه بوكاسا في الافير ذي بالرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان بعد شوية في فقرة حكاية فضيحة. لكن البداية كالعادة في فقرة عن الفضائح، نحكي على تأثير فضيحة الدولة على العلاقات الدولية للدولة المعنية. عن الفضائح، عن الفضائح كالعادة مانيش وحدي في الفقرة هذية، يلتحق بي سيبو البابا سالم المحلل السياسي والكاتب الصحفي باش نحكيو على تأثير الفضيحة على العلاقات الدولية للدولة المعنية. سيبو البابا مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة. شكرا لك ضياء، تحياتي لك ولكل متابعي راديو اكسبرس اف ام، شكرا على الدعوة وشكرا على هذا البرنامج. بكل تأكيد يعني معناها طبيعة البرنامج هي تقتضي أن معناها تأثير الفضائح على العلاقات الدولية خاصة في زمن انسياب وسائل التواصل الاجتماعي، وتقريبا أصبحت الآن المعلومات يعني تنساب بسهولة في كل أنحاء العالم في لحظات، وبالتالي هنا أي فضيحة يعني خاصة على مستوى السياسي أو حتى على الفني أو في أي مجال، لكن هنا بما أننا بنحكي على السياسة طبعا تنتشر بصورة كبرى خاصة لما تمس شخصية عامة. بالتالي هنا الشخصيات العامة بكل تأكيد لديها معناها، هذاك علاش هو الشخصية العامة في العادة يزم يرد باله على كل شيء. أيوة. حتى في تفاصيل حياته، ما هو شخصية عامة في سواء ما يكون في الأماكن العامة وفي تصريحاته في تصرفاته في الكثير من الأشياء. أي ربما حاجة ساعات يقول لك نفرقوا بين الجانب الشخصي والجانب ربما العام. لا، بالنسبة للشخصيات العامة حتى الجانب الشخصي يعتبر جانب عام، ولو أنه حياته الشخصية حياة خاصة صحيح، لكن في النهاية كشخصية عامة عندها تأثير خاصة لدى الجمهور. نحكي أنا ربما في مستوى معين يميزوا بين الحياة الشخصية والحياة العامة، لكن على مستوى الجمهور فماش تمييز، وهذاك علاش يأثر حتى في الحلقات الدولية. سيبو بابا سالم عم ذكر محاولة السياسي والكاتب الصحفي، خلينا ندخل شوية في النقاش فيما يتعلق بفضائح الدولة. أنا نحب نبدأ معاك من أمثلة، أنت حكيت عن الجانب السياسي، خلينا نبدأ معاك من إكزامبل ريسون مازال ما عندوش برشا، اللي هو في الولايات المتحدة الأمريكية. العملية الاجتياح للكونغرس تعتبرت فضيحة الدولة، وبرشا حكاوا حتى صارت رميز ان كيستيون للديمقراطية وقالوا كيفاش الكابيتال. كيفاش تنجم تأثر فضائح من نوع هذا ولا دي بوردمون يصيروا في دول معينة من نوع هذا على تمركز الدولة ولا تموقع الدولة في العلاقات الجيوسياسية عموما؟ صحيح، لان تو احنا الفضيحه نتاع اجتياح مبنى الكابيتول اللي عصرت في عهد ترامب بكل تاكيد يعني اثرت على صوره امريكا في الخارج. وكيف لو صارت في دوله من دول العالم الثالث او دوله ضعيفه ربما يكون الامر معناها عادي ويتم تناوله بكثير من السطحيه، لكن في دوله بعد 200 عام تقريبا ديمقراطيه ويصير فيها ذلك المشهد اللي ريناه، شفنا احنا في برلمانات كثيرة تبادل عنف، شفنا، لكن في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية بأنظمتها المعقدة في الأمن وفي الاستخبارات، ويعني يعرفون دبة النملة في العالم، ولكن شفنا اقتحام لمبنى سيادي كما الكابيتول، فبالتالي هذاك خلى صورة أمريكا صحيح معناها تتدهور في العالم على مستويات عدة، لأن هذا الغول الكبير اللي هو أمريكا هو العسكري وسياسي واقتصادي بالأساس بكل تأكيد، وأمني واستخباراتي ويعرف كل شيء ويعمل في انقلابات في بلدان عديدة في العالم، وجيوشه تقريبا 4.5 ملايين منتشرة في أنحاء العالم،
بالتالي لحماية مصالح أمريكا بكل تأكيد. لما نروا واقتحموا الفضاء وحرب النجوم اللي مع رونالد ريغان منذ الثمانينات كنا نذكروها البرنامج بتاعه، فبالتالي نشوفوا اللي مبنى سيادي ما يقاش تأمينه بالشكل الكافي ويقتحموه ناس من أنصار ترامب ويهزوا وتم معنا سرقة وبعض المحتويات منها وإتلافها وما شابه ذلك. هذا بالفعل العالم وقتها عاش صدمة صدمة حقيقية أن الدولة كبرى تقريبا تذل بهذا الشكل من الداخل. وهذاك علاش هي التداعيات متحهم بعد حتى في أمريكا إلى الآن ما زلت الأحكام تصدر ضد الناس هذوما، لأن تعرف القضاء الأمريكي ما يتسمحش مع مثل هذه الأشياء. لكن نحن نحكي على حدث اللي ذكرته أنت اللي هو حدث وقتها جلل وأثر كثيرا على صورة أمريكا، على صورة الديمقراطية، خاطر توا أمريكا هي باش تبشر في العالم دائما. أمريكا هي زعيمة العالم الحر منذ الحرب العالمية الأولى، دائما هي زعيمة منذ مؤتمر فرساي نتذكر وقتها ومبادئ ويلسون حق الشعوب في تقرير مصيرها إلى غير ذلك. إذن هي تنشر في هذا كل من هي تبشر دائما في العالم بالديمقراطية وبحقوق الإنسان وبالمبادئ الكونية إلى غير ذلك. فبالتالي لما يصير حدث فيها بهذا الشكل الكبير يأثر، وكأن هنا فما شكون يرى للديمقراطية في جانب منها مثلا في داخلها في داخل أمريكا نفسها لم تتم السيطرة عليها. وقت اللي تقول أنت في بلاد فيها 200 عام ديمقراطية وصار فيها هذية، ولا في بلاد ما زالت تتلمس خطاها نحو الديمقراطية. صحيح. ها وشنو احنا نذكر وقتها في البرلمان التونسي شنو صار وقتها وشنو يصير والناس كلها كيفاش وكذا، وتعرف شنو الأفلام اللي كانت موجودة وقتها. فبالتالي خلى الناس ربما يقول لك اللي هاو احنا يصير عنا هاو موجود في امريكا اللي هي ديمقراطيه عريقه او ديمقراطيه راسخه، يعني سيبوا الباب تعتبر انه لكن اثرت على صوره امريكا. هذا هو محمد، انت تعتبر انه الحادثه هذيك اللي برشا اعتبروها فضيحه الدوله تعتبرها انها نقصت شويه من صوره أمريكا. من صوره الولايات المتحده الامريكيه وهيبتها على مستوى الدولي. اكيد معناها اثرت بشكل كبير على هيبه الولايات المتحده الامريكيه كدولة معناها قوية وكدولة مؤسسات راسخة وعريقة، أثرت على صورتها في العالم كل بكل تأكيد. كان تأثير كبير برشا، وشفنا معناها حتى معناها في كثير من وسائل الإعلام العالمية، معناها شفنا حتى في الصحف العالمية الأوروبية خاصة مشاهد متاع معناها استهزاء. فما شكون مشى، وانا لهنا نحب ناخذ رأيك، فما شكون حتى مشى أبعد في التحليل واعتبر أنه الديمقراطية في حد ذاتها ولات محل تساؤل في الولايات المتحدة الأمريكية. قراءة هذه مبالغ فيها حسب رأيك؟ توافقها؟ شنو رأيك فيها بالضبط؟ لا ما نتصور شيء، خاطر تو في النهاية ترامب هو جابته ديمقراطية، معناها لولا ديمقراطية ما نجمش يكون رئيس أمريكي. صحيح. وما كانش عضو فاعل في حتى في الحزب الجمهوري، هو صحيح أصبح معناها دعمه الحزب الجمهوري، لكن ما كانش معناها ما عندوش تجربة سياسية عريقة. ولكن الاستتباعات اللي صارت بعدها هي حتى الديمقراطية صحيح تسمح بشكل كبير من الحرية، ولكن الديمقراطية زاد فيها أنياب، عندها أنياب أيضا الديمقراطية. الديمقراطية رأي في الدول العريقة لا تعني الفوضى. الديمقراطية لها أنياب بمعنى أنها لها القدرة ولها الآليات على محاسبة من يخل بها أو من يهددها. هذاك علاش تركز الخطاب مثلا بتاع جو بايدن في الحملة الانتخابية على إعادة الهيبة لمؤسسة الرئاسة الأمريكية ضد منافسه ترامب. وهذاك علاش القضاء الأمريكي تعهد بهذا العمل الشنيع اللي صار وقتها في مبنى الكابيتول، معناه بالاقتحام أنصار ترامب معناه في فعل شعبوي فاضح، لأن نذكر وقتها الموجة الشعبوية في العالم وكيفاش ترامب أنصار بتاعهم كان يحارب فيهم حتى على رفض قبول يعني بعض النتائج الانتخابية. فبالتالي كان هذا الأمر كذلك، ولكن في النهاية الديمقراطية استطاعت أن تعود، لأن الديمقراطية هي قيمة. الديمقراطية هي قيمة. هو رو شوف فما قيم ضياء معناها سواء عاجلة أم آجلة ستتحقق. أنا نقرأ برشا هيجل معناها الفيلسوف العقل الألماني أو العقلية الألمانية، معناها أري الفم القيم العالم سيسير وسيصل حتما إلى كل القيم العظمى الكونية. قيم المنشودة. قيم المنشودة مثل قيم الحرية والعقلانية إلى غير ذلك، مهما صار من تعثرات. وهو يعتبر هذه من مكر التاريخ معناها، ومن المطبات ومن العثرات اللي تصير في مسيرة التاريخ وعادية تصير، معناها انتكاسات موجودة، معناها كما الثورات فيها انتكاسات. معناها الثورة الفرنسية صارت فيها انتكاسات عديدة، معناها رجعت للديكتاتورية، لكن بعد تغلبت القيم بتاع الحرية والديمقراطية. نفس الشيء حتى شوف
حتى الناس اللي متقلقة من مش عارف من الديمقراطية ولا من الحرية حتى في الثورات العربية رأيت طموحات الشعوب العربية في الحرية والديمقراطية حتى ولو تم كبحها في الفترة هذه. وأنا كنت نقرأ في مقال رائع من الأستاذ في جامعة هارفارد منذ قليل منه يقول بأن الثورات العربية القادمة ستكون أكثر شرسة لأن القيم اللي دفعت خطر. شوف اللي عاش قيم الحرية واللي عاش قيم أنت كإعلامي منجم تعيش قيم الحرية والمواطن ما ينجم يكون معناها بالحق مواطن إلا عندما يكون حر. بالتالي هنا هذه القيم التي ناضلت من أجلها الشعوب ودفعت الدماء معناها والشهداء من أجلها ستتحقق حتما مهما كانت معناها مكر التاريخ. نحكي على القيم المنشودة كما المجتمعات الديمقراطية والتحقيق الديمقراطية في المجتمعات اللي هو شعار ترفع أيضا مشكل معك في الولايات المتحدة الأمريكية. فضيحة أخرى اعتبرت اللي هي بعد مدة اجتياح العراق بعد مدة العديد اعتبروا أنه المبررات كانت مبررات واهية لحرب العراق واعتبرت فضيحة الدولة بامتياز فيما يتعلق بالمبررات من بعد. هذا حسب رأيك وقت اللي مرة أخرى على الولايات المتحدة الأمريكية الفضيحة هذه في حد ذاتها فيما يتعلق باجتياح العراق ضربت المصداقية فيما يتعلق مرة أخرى العلاقات الدولية الولايات المتحدة الأمريكية إعلان الحروب اللي تخوضها من الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار الديمقراطية اتنحى شوية كالزخم نقص شوية الزخم حول الولايات المتحدة الأمريكية بعد اجتياح العراق والمبررات الواهية اللي برش اعتبرها واهية بعد سنوات. لا هو بكل تأكيد هي راي شوف الحروب معناها في تاريخ الحروب العالم عاش حتى الدول معناها ضياء كانت فما قبل الحروب الدينية معنا في الدول الدينية كانت الدول أغلبها دول دينية معنا هذا نحكي لك من القرن 16 تقريبا بعد 1648 معناها بدأت ما يسمى تتأسس الدول القومية على أساس قومي تناسيون ولا بعد لكي تقريبا في وسط القرن العشرين جات معناها الحروب كانت على أو الصراعات أصبحت على أساس إيديولوجية أساسا بين الرأسمالية والشيوعية. بعد الحرب معنا حرب العراق وقتها جاء ما يسمى وقتها بالنظام العالمي الجديد اللي كرست الولايات المتحدة الأمريكية ومركزت السياسة في قطب واحد وقتها وأن الأمريكا هي القطب الرئيسي وبدأت وقتها تظهر مقولات حقوق الإنسان ومقولات الديمقراطية ونشرها والنظام العالمي الجديد وفي التسعينيات بالطبيعة جاءت مسألة العولمة هنا وعولمة العالم إلى غير ذلك وجدت مسألة الحرية وتكاثرت وتناسلت الدول برشة برشة في الأمم المتحدة وليت النزاعات العرقية تخرج كذا إلى غير ذلك وأصبحت النزعة متاع التحرر والحرية معناها ما كل قيود ربما ما كل الدول التسلطية اللي كانت موجودة سواء في الشرق ولا في الغرب ولا في أفريقيا ولا في غيرها معناها برشة دول تشتتت. في أمريكا في حرب الخليج نتذكر برشة معناها أنا على كل حال عشتها جيدا الفترة ذيك وقت كنت طالب معناها نعرفها بالقدا وكانت الجامعة تغلي غليان كبير معناها عام 90-91 وقتها كان تعرف وقتها كولين باول معناها صنف العراق وكأنه ينتمي إلى محور الشر محور الشر اللي فيه العراق وإيران وكوريا الشمالية. به لما سئل بعد سنوات تقريبا بعد 10 سنوات أو أكثر قيل له لماذا مثلا لم يقع لماذا وقعت محاصرة إيران ولم يقع وقع غزو العراق ولم يقع فعل نفس الشيء مع كوريا الشمالية. أجاب ببساطة قال لأن كوريا الشمالية ليس فيها نفط. إذن فهنا يعطيك فكرة كما الأفلام اللي عملوها الأمريكان وقتها على مسألة أسلحة الدمار الشامل في العراق واللي طلعت كل أكاذيب أنا الأكاذيب هذه أو الفضيحة هذه ضرب للمصداقية الولايات المتحدة الأمريكية. لا هي معناها هو شوف الانتهاكات أول شيء أنا ما فهمش ما أقسى وما فهمش إرهاب أقوى من احتلال الدول أول شيء أنا ما فهمش روحات معناها عمليات إرهابية أكثر من احتلال دولة وتم تدمير العراق وقالها وقتها معناها كولين باول سنعيد العراق إلى العصر الحجري. نحكي لك هذا تصريحه معناها وقت كان هو رئيس الأركان الجيش الأمريكي في حرب عام 90 مش الحرب الثانية بتاع احتلال بغداد 2003 وقتها معناها وبالفعل تمت إعادة العراق تم تدمير العراق وتدمير البنية الاقتصادية والصناعية العراق وقت كان العراق بلد صناعي ناهض معناها حتى على المستوى العلمي وعلى المستوى التنموي وعلى المستوى الصحي كان معناها حتى الأمم المتحدة الأرقام كانت مؤشرات كبيرة برشا معناها من أفضل الأنظمة الصحية في الشرق الأوسط من أفضل الأنظمة التعليمية معناها في المنطقة وقتها كان يشبه البلدان الاسكندنافية أو العراق. احنا الكتب وقتها كنا ناخذ فيها هدية العراق الى القطر التونسي الشقيق حتى الورق كان بلاش فلوس توا عندنا ازمه بتاع ورق معناها كانت تطبع الكتب في العراق
وتهدى إلينا، معناها من السبعينات إلى الثمانينات قرينا بها كتب كتب الوالد. إذن هنا الفضيحة الدولة اللي عملتها أمريكا وقتها أن كل ما روجته عبر وسائل إعلامها الضخمة، تعرف من أكبر وسائل الإعلام اللي تأثر في القرار العالمي وقتها هي وسائل الإعلام الأمريكية، فما ستة وسائل إعلام كبرى تأثر في الرأي العام العالمي، وهذه الوسائل الإعلام صورت للعراق وكأنه معناها دولة مارقة وكأنه ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وكأنه كذا، وطلعت هذه كلها أكاذيب. هذا هو وكل أكاذيب هذه، وأفضل وأفضل من عبر عن معناها عن مكانة الولايات المتحدة الأمريكية هو العالم الأمريكي نفسه نعوم تشومسكي، عالم اللسانيات، عمل كتاب اسمه الدولة المارقة. الدولة المارقة اللي هي بلاده أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، وفضحها وكشف زيفها معناها في احتلال العراق وفي ملفات أخرى في العالم. بالتالي هذا أسرى صورة أمريكا أنها دولة معناها لا تحترم، لا تحترم قرارات الأمم المتحدة، تعسفت على في تطبيق الفصل السابع في ميثاق مجلس الأمن هنا من أجل احتلال العراق. احتلال العراق لو تم في 2003 بدون تفويض من مجلس الأمن، وهذاك علاش وقتها روسيا والصين اعترضوا على ذلك. فبالتالي تأثرت، وهذاك علاش أمريكا وقتها صارت كيفاش تأثرت علاقات الدول. معنا شفنا التظاهرات ومظاهرات كبيرة في العالم كله تندد بالغزو الأمريكي للعراق، لأن يعني كان غزو ما عدوش حتى مبررات، تم تدمير دولة، تم تدمير اقتصادها، سرقة نفطها بكل تأكيد، كل الوزارات وقتها تم معناها أتى عليها كما يقال هنا وقتها الدهماء وغيرهم الناس، فقط وزارة النفط هم اللي أحمتها وزارة الدفاع وقتها وزارة الحرب الأمريكية في الغزو العراق. تم معناها نفي وتصفية القيادة العراقية كل بالإعدامات وغيرها وغيرها، في محاكمات لا تتوفر فيها شروط الدنيا من المحاكمة العادلة بكل تأكيد وقت، وهذا كان نتيجة لأسباب أو مبررات روجتها الولايات المتحدة الأمريكية، واللي هي أسباب بعد تم اكتشاف أنها أسباب واهية. أسباب واهية هي شنية الأسباب أساسا، هذه فضيحة الدولة اللي نحكي عليها. لا هي كانت الأسباب الحقيقية وعبر عليها كولين باول، هي أسباب تتعلق بالسيطرة على نفط على هي دائما أمريكا تحارب رأي من أجل السيطرة على مواقع الثروة في العالم، وبالتالي وتأمين كذلك الكيان الصهيوني من هذه بكل تأكيد. هذا أثر، شفنا مظاهرات في كل العالم تندد بالتدخل الأمريكي، شفنا حتى المسؤولين الأمريكيين في كل العالم بكل تأكيد يتعرضون للمضايقات وإلى مظاهرات وإلى هتاف إلى غير ذلك. أثر على صورته وأفقدها مصداقيتها أنها الدولة مارقة، دولة لا تحترم القانون الدولي. سي من باب أسئلة هذا نذكر المحلل السياسي والكاتب الصحفي، باش نمشي نحن نعرف من العالم، وانت بسطلنا التاريخ شوية، عملتنا هكا فوكوس سريع على التاريخ، نعرف اللي فما صراع أقطاب اليوم موجود في العالم، نحكي على صراع أقطاب، فما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، في جهة أخرى فما روسيا الصين، وما يدور في فلكهما من دول. انا باش نهزك من الولايات المتحده الامريكيه سيبا، باش نمشيو للصين، باش نسالك في علاقه بقوه الدوله وكيفاش نجم الدوله حتى اذا كان فيها فضيحه الدوله، حتى اذا كان فيها فضيحه نجم تحمي روحها على خاطر هي تنطلق من موقع قوه وعندها نفوذ وقرار. فالصين نعرف مليح فضيحه الدوله اللي تحكي عليها حتى في البرلمان الاوروبي اللي هما قضيه الويغور في المسلمين في الصين، ونحكيه على الويغور، نحكيه على الليكان الموجودين، نحكيه على التعذيب، نحكيه على الدمغجه وغيرها. هذه كانت فضيحه الدوله بامتياز، وتم التداول فيها في عديد البرلمانات في العالم، في الولايات المتحده الامريكيه، وحتى في البلدان الاوروبيه. كان فما ديبيتي اوروبيان اللي هو غافائيل جلوكسمان اللي حكى على المساله هذه علنا. انا من اليوم نحب نسالك على الى اي مدى تنجم تاثر الفضيحه فعليا في الدوله ولا في علاقات الدوله كدوله كما الصين، وقت اللي الدوله تكون عندها نفوذ وعندها الكارت اللي تفاوض بها اليوم في العالم. تاثرت اليوم، انا سؤالي مثلا، هل تاثرت الصين بفضيحه الدوله فيما يتعلق بالويغور بالمسلمين في الصين؟ لا 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 تتأثر، لم تتأثر ولن تتأثر، لأن العلاقات الدولية ضياء تحكمها مصالح. هذا هو تحكمها مصالح. احنا تو لما نشوفه مثلا، احنا نشوف الرأي العام في تونس ولا في الدول العربية عاطفي برشا، حتى في قضية الحرب الروسية الأوكرانية وترشنوها، والمسلمين كانوا في أوكرانيا والمسلمين كذا، وبدأوا يصطفوا وبدأوا يحلوا ويحرموا ويجيبوا في الفتاوى. انت شوف مثال تو، كتاخذ انت مثال كما شكون أكبر مستفيد مثلا بقوس صغير الحرب الروسية الأوكرانية، لو تلقى أكبر مستفيد هي تركيا،
تركيا اللي هي عضو في الناتو ومن اكبر اعضاء المؤثرين الفاعلين في الناتو، من الثاني اقوى جيش بعد الولايات المتحده الامريكيه في الناتو، ومع ذلك مادة يد مع روسيا ويد مع أوكرانيا، والطائرات البيركدار تحارب مع الجيش الأوكراني وعندها صفقات مع روسيا، كانت حتى عملت وساطة فيما يتعلق بأزمة الحبوب، أزمة الحبوب على البحر الأسود وقتها كل شيء لغاية ذلك. وبالتالي وقاعدة معناها تخدم من الجهات الكل، وحتى علاقاتها زادة مع الصين علاقات متطورة. يخي تو هم بلكش احنا مسلمين أكثر من الأتراك، ومع ذلك هم يتعاملوا بمنطق براغماتي. معناه لهنا مثلا الصين صحيح ربما هي احنا تو على ربما مشكله المسلمين بتاع الصين غادي اللي يتعرضوا القمع، لان الصين هي ما تعرف دوله مغلقه معناها ذات نظام معناها شيوعي مغلق، حزب شيوعي معناها نظام مغلق، ما الصين فضيحه الدوله فضيحه، لا فضيحه الدوله، لان ما شوهد وما تبعناه من ممارسات معناها ممارسات وحشيه في الحقيقه ضد المسلمين الإيغور. وكانت فما معناها حتى الأمم المتحدة طالبت بفتح تحقيق، وشفنا حتى مع مينمار زادك في كيف معناها فما معناها فما حاجات تقشعر لها الأبدان. لكن صحيح تأثر بشكل ما على صورة الصين في العالم كدولة كذا، ولكن العالم الكل يتعاون مع الصين. توا نحكيه احنا على المزاج الشعبي، المزاج الشعبي في جانب ما زاد مش كله، لكن الدولة شكون نجم يستغنى على السوق كما مليار ونص كما الصين؟ وشكون يستغنى على البضايع الصينيه؟ احنا هاو توا معناها باش ناخذ السكر من عندنا صفقات مع الصين والهند، معناها ترى المشاكل موجوده توا بسبب عدم توفر السيوله. فبالتالي لهنا صحيح تاثر الفضايا هذه على المستوى الشعبي، لكن على المستوى الرسمي والدول خطر تشوف هو هيك المو يقول لك الدوله هي عقل المجتمع. معناها ديما راهي الدوله عندها عقل، هي بالنسبه لي تمشي بالمصلحه نتاعها. اما نعطيك مثال اخر، انت مثال اي مثال بسيط هو على علاقة مثلا احنا تو لو نعيشوا في وفاه الملكه اليزابيث دو في بريطانيا. الملكه اليزابيث مثلا من اكثر الاشياء اللي قلقتها هي مثلا كان عندها ابن مدلل برشا اللي هو الامير اندرو. اندرو هذا اللي فصل على زوجته وقتها ساره فيرجسون في التسعينيات، مشي هاجر لامريكا. كي هاجر لامريكا غادي معناها شد مره في قضيه نتاع تحرش جنسي، اعتداء جنسي، واساء كثيرا الى صوره العائله المالكه البريطانيه، اللي خلى الصحافه الامريكيه وقتها معناها تنتقد انتقادات كبيره للتصرفات والى غير ذلك. فالملكه وقتها جردته من امتيازات الامير ومن لقب، وبقى هو وقتها يواجه في القضاء غادي الامريكي بالقضيه اللي عملته ضده من الامريكيه غادي. هذه اثرت معناها شوهت برشا صوره العائله المالكه وقتها في بريطانيا في الفتره هذيك. رامولي الملكه اليزابيث كان عندها شعبيه عند البريطانيين. حاجه اخرى زاد ربما من الحاجات اللي شوهت لها سمعتها، انا بعد وفاه ديانا مثلا ما علش الحداد الملكه اليزابيث، ما علش الحداد، وهذا امام اثار غضب البريطانيين عليها رغم اللي هم يحبوا الملكه اليزابيث. واضح سيبو البيبا سالم المحلل السياسي والكاتب الصحفي النجم نخرج به كونكلوجيون في الاخر سيبو البيبا سالم، اللي واهم كلمه تقريبا في الاجابات نتاع سيادتك انه كخلاصه ولا حتى ما تسمع فينا انه فضائح الدوله صحيح تؤثر حيديا، ولكن مويان لون تيرم على المدى المتوسط والبعيد ما يحكم العلاقات الدوليه حتى وان وجدت الفضائح على مستوى الدول تبقى العلاقات الاقتصاديه والماليه. هذا هو المصالح البراغماتيه. هذا هو شكرا لك سيبو البيبا سالم المحلل السياسي والكاتب الصحفي. في احنا مازلنا واصلين معاكم في سكاندال حتى الماضي ساعه ونص نتاع القائله، بعد شويه يلتحق بينا سي صلاح الدين الجوش الكاتب المحلل السياسي نحكيو معاه على حكايه تفضيح حكايه بوكاسا رئيس ولا امبراطور، باش نشوفوا التفاصيل بعد شويه وعلاقته بفاليري جيسكار دستان الرئيس الفرنسي. خليكم معنا انا راجعين.